الدفاع في نادي الأهلي ينجح في إبعادها، تعود الكرة للريال، المحاولة أوهو تسجيل الهدف الأول، الريال لا ينهي الكرة إلى لوكا مودريتش، مودريتش مع الكرة في وسط الملعب يلعبها إلى رودريجو شوف الكرة من لوكا مودريتش، الله على التمريرة، الله على السحر من مودريتش، ثم التصدي من الشناوي لكرة رودريجو، ركلة الجزاء، الحكم ضبط اللاعبين خارج منطقة الجزاء، ليم أعطى الفرصة للأهلي ولكبرياء الأهلي، الريال لا شك بأن عناصر الأهلي تعبوا، الكرة للريال، الريال، الريال، قلت لك بأنهم تمكنوا من إضافة الهدف الثالث، شوف الكرة يا سلام على سيمفونية الريال، هم مباشرة، الكرة الثابتة ملعوبة لمنطقة الجزاء لإبعاد من دفاع الأهلي، الفرصة خطيرة تسدد، أوه الذي قضى على